الطرف يا جن يا مال عيون الكحيلة يا سلوتي والوفادل لا تغيب غيبة طويلة قلبي هوا دارهم لين صارت عروقه نحيلة صارت عروقه نحيلة هشف الحرمة متعطلة في ذاك وقف وش موديس ذا يا خالة؟ أم فخرية مرسلت اللوكيشن فيه ذا وتعطلت علي السيارة. نزلنا. إلا عز وين؟ عز. عز الخد مع المرأة يدا بيد. قهوة يا خالة دقايق والعيال يخلصون سيارة. زين يا عويلي استعجل وتكفى. أبي ألحق على سهرتك قبل أخسر علي الفطاير. اطلع اطلع يا خالة سيارتك جهزت. لا حول ولا قوة الا بالله. غطوه يا رجال غطوه. حسبتها بحسبة امي الله يرحمها. لما دريت يا ابو خالد لا اسمح لهالبنات انهن يدرسن ويتعلمن. الماس انت وصلت اي زينه زيهم؟ هي يروحون لهالمدارس بدال جاجاتهم بهالبيت. لا يا اخوي. وليه؟ لا يا اخوي. شنو؟ البنت مكان هالمطبخ تبيها تطلع تدرس؟ اي نعم. انت ترضى اختك تدرس؟ نعم انا ارضى انها تروح تدرس وتتعلم. انا ما ارضى. وليه؟ يا اخوي انا ما ارضى وبس. حول الله. توني موصل اختي للجامعه، الطريق واقف زحمه. يا رجل خلاص هانت الحين اسمحوا بقيت المره اختك تروح لحالها للجامعه، ايش فيك؟ مبسوط انت؟ مبسوط بالقرار؟ طبعا. ترضى اختك تسوق؟ نعم. يا اخي انا ما ارضى اختك تسوق. اوف. اي ما ارضى. يلا انا اترخص. قبل لا ترخص اليوم جمعتنا عند ابو صالح، ابو احد يجيبك؟ عندي بنتي بتوصلني. زين السلام عليكم. السلام عليكم. ألف مليون شكرا للملك سلمان بأن سمح للمرأة بقيادة سيارة. بهذه المناسبة أعلن للجميع بأن أكون أول سعودي بالمملكة العربية السعودية يهدي زوجته سيارة، وهذا الهمر هدية مني لزوجتي الغالية، وشكرا للملك سلمان وشكرا لولي عهده محمد بن سلمان، والسلام عليكم. Big and buff, nice and cool. You got stats, respect, weapon, skill, stamina, muscle. For those of you that wanna know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. ضد كاتش هم من عطية واحد، هم من اترك يا كاتش وبدوس بنزين. يلا الله يقطع بليسيس مو بتدا بس اطلق الكاش شو دوسه بنزين. سام يلا عيونك قدام خليهم. سام يلا ايوه هي تنتبه تبي حسبي الله ونعم الوكيل. احنا مو بليسيس بخفت موتينا انت. انا قلت دوسه بنزين شربنا بتجانا السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ نبي مساعدتك فيه. سمي ان شاء الله سمي. بس العافية. اف كيف انكم اخذتوه نكشت؟ زين بودي علم سواقي. ابقى لله بعد انت بتسوقين بغيت تموتين وقت هناك. ألف مبروك. أشوف البنات مستونسين. أبوس راسك جعلك في الجنة. تكفين لا تشترين فورد. إن منا العيال مو بقادرين على الفورد، البنات بيقدرون على الفورد. نصيحة رقم 2، أنت رايحة عرس، رايحة بارتي، جمعة للبنات، لا تسوقين وأنت لابسة كعب. دواسة البنزين طويلة بس الفرامل صغيرة، معناتها إذا شفتي رجلك فجأة أحد لف عليك وبتفرملين احتمال الكعب يلمس الفرامل، بعدين يفلت الكعب تحت الفرامل، وبعدين تخشين لك في عمود كذا الروج في القزازة كذا، وجهك الكونتور كذا مطبوع، رمشك في المرايه. طبعا الرمش هذا لازم في المرايه. العيال اللي عندهم ورشات افتحوا ورشات والله تربحون كذا. حط على لوحه تغيير زيت سيفون وماكينه
مع علبة ورق عنب مجانا. والله يخقون البنات. ها بابا ايش رايك في هذه السيارة حلوة؟ لا بابا لا خليك، هذه معي واحدة في الجامعة معي نفسها ما احبها. لا يا حبيبي مو بشنطة. الو سارة عادي تعطيني سيارتك اليوم؟ بروح لزواج بنت عمي بس ما اقدر اروح بسيارتي لاني رايح فيها زواج بنت خالتي. مو فستان، انتبهي انتبهي من الحركات، ترى سيارة واحدة بتقعد معك لا تقعد تسوي. الحريم ساقه، الحريم ساقه، نسمح بقياده المرأة. حريم انا ما يسوق وانتو كيف يا جماعه؟ من سنتين ما احنا متقلمين مع الجو هذا، حريم السوق ما احنا متقلمين، بيصير وضع عادي يعني زي الكويت يعني وضع يصير طبيعي. خبرنا اول اختك اذا ما حجوها شو يصير بالبيت؟ يا ويل والله تذبحها اختي، انا ما حجوال، احنا اختك ما حذات جوالات، البيت اللي فيه سواق اول يعني نضحك عليهم، احنا البيت اللي فيه ثلاث سواقين يعني وضع روتيني مع الايام متعود. انا والله اقول لا اهل حفر الباطل والله قراده يعني اسمع حساس المره واليوم ركبوا السهر عندهم. بكره حوادث وشطفك سياره ورديه لن ترى الحبيب. والله العظيم اشكالك راح نضحك عليكم سنتين عادي.